على حسب منظمة الصحة العالمية 2019 فإن الإرهاق في العمل دخل من ضمن التصنيف الدولي للأمراض. أظن دلوقتي أنتوا فهمتوا أنا جاي أتكلم على إيه النهاردة. النهاردة أنا جاي أكلمكم على الإنتاجية، والإنتاجية من أكتر الحاجات اللي مهروسة اليومين دولت الناس بتتكلم فيها. آلاف الفيديوهات على اليوتيوب والموتيفيت سبيكرز ورواد الأعمال كلهم بيتكلموا إزاي الواحد يزود الإنتاجية بتاعته، إزاي ينتج أكتر في يومه، بيدوا بقى نصايح إيه الخطوات، إزاي نبعد عن الكسل وكل الكلام ده. بس خلينا في الفيديو دوت نجيب وجهة نظر مختلفة شوية ونبص على الإنتاجية بصورة غير الصورة اللي دايما بتتصدر لينا. اول بس انا رايح اعمل مشوار مهم في الجامعه، عايز اودي شويه ورق، بعد كده اكلمكم في الموضوع بقى ايه بالتفصيل. طلعت الورق بقى نروح نوديه الجامعه. خلونا نبدا بقى ايه من الاول خالص، يعني ايه اصلا انتاجيه. الانتاجيه هي مصطلح جاي من البيزنس ومعناه انك انت تشتغل اكتر فتنتج اكتر فتعمل فلوس اكتر، لكن بعد كده المصطلح ده اتطور وبقى في كل حاجه في حياتنا، مش شغل بس، سواء بقى ايه رياضه، لعب، هوايات، يوتيوب زي ما انا ما بعمل، اي حاجه تنتج فيها اكتر وخلاص، بحيث انك في الاخر بتفيدك لما تنتج فيها اكتر. وبسبب العصر اللي احنا فيه والملهيات الكتير اللي بتحوطنا في كل مكان، خصوصا ان احنا الجيل اتولد في السوشيال ميديا، فده بيأثر على انتاجيتنا وبيخلينا ندخل في مرحله التسويف وما بنعملش اي حاجه. وعشان كده الفتره الاخيره الفيديوهات بتاعت ازاي انك تطلع من التسويف وازاي تنتج الحاجات اللي عليك بقت مشهوره جدا. بس اللي احنا مش واخدين بالنا منه ان الفيديوهات ديت ليها تاثير سيء جدا علينا، بيعمل حاجه اسمها التوكسيك برودكتيفيتي. ايه بقى المصطلح دوت وايه معناه؟ ده اللي هنشوفه كمان شويه. الانتاجيه تضر بكل بساطه هي انك تتعب وتشتغل وتعمل كل اللي تقدر عليه في الشغل اللي بتعمله او في الهوايه اللي بتعملها ايا كان، بحيث ان هو يدمر حياتك او ياثر عليها بالسلب. يعني مثلا انك انت تبذل مجهود في الشغل وتضيع فيه كل وقت بحيث ان هو ياخد من وقتك لنفسك ووقت راحتك ووقت عيلتك والكلام ده كله. الموضوع للاسف كمان مش بيوصل لحد كده، انت بتبقاش حاسس اصلا انك بتدمر حياتك بايدك. يعني انت بتبقى عندك في دماغك كده تخيل ان انا لازم طول الوقت اكون بعمل فعل، والفعل ده ان هو لازم اشتغل واطلع حاجه جديده، ما ينفعش اقعد ساكت غير لما اكون بنتج او بعمل حاجه، والا يكون انا بضيع وقت في حياتي من غير اي فايده، وطبعا يجيب لك بعد كده ندم واحساس بالذنب. حتى كمان لما بتاخد اجازه بتبقى قاعد بتفكر في الشغل وايه اللي المفروض اعمله في الاسبوع الجاي في الشغل وايه المشاكل اللي ورايا، ما بتعرفش تستمتع باجازتك، لازم دايما كل تفكيرك وكل حاجه في دماغك هي الشغل. المثال دوت بنشوفه كتير في حياتنا من ناس قريبين مننا، حياتهم كلها متمركزه على الشغل، ما عندهمش وقت ان هم ينزلوا يخرجوا يمارسوا اي انشطه ثانيه بعيد عن الانتاج بتاعهم، ودايما بيكون ما عندهمش وقت حتى يصرفوا المرتب او الحاجه اللي بتطلع من الشغل اللي هم بيعملوه. طبعا انا هنا ما اقصدش الناس اللي هي مضطره تشتغل وعندها التزامات وفاتحه بيوت، دولت انا ما اقصدهمش، لكن انا اقصد الناس اللي هو مش بتشبع من الانتاج بتاعها، عندها اللي يكفيها وعندها اللي يخليها تعيش حياه كويسه وتعيش حياه الى حد ما متزنه، بس مع ذلك هم ما بيشوفوش ان لازم انا ارتاح شويه وافصل من الشغل واعمل فتره راحتي اللي انا محتاجها، لا هم عايزين ينتجوا اكتر حاجه ممكنه ممكن ينتجوها. هتيجي تقول لي يعني المشكله دي مش مشكله كبيره قوي، اهو بيبذل شويه مجهود بيشتغل شويه علشان يظبط حياته. هقول لك لا، تعالى بس نشوف باقي اعراض المرض الاول وبعد كده نحكم على الموضوع ده. الانتاجيه تدرب ترتبط بشكل كبير مع حته وهم الكمال، وبيتفقوا مع بعض في موضوع التوقعات. يعني مثلا الشخص بيكون حاطط توقعات عاليه جدا لدرجه ان هي بتوصل ان هي خياليه، وبيحاول طول الوقت ان هو يوصل ليها، وده بيحط الواحد دايما في حته ان هو بيحس بالذنب وان هو لازم يوصل لحاجات احسن وان هو عنده تقصير فلازم يجتهد اكتر ويفضل في الدوامه ديت ويشتغل على نفسه على طول الى ما لا نهايه. السعي ورا الكمال طول الوقت بيؤدي دايما ان الواحد يحس ان هو مرهق جسديا ومرهق نفسيا ومتوتر دايما وما عندوش الحافز الكافي ان هو يقوم يكمل. الموضوع كمان مش بيكون بس كده، ده كمان بيأثر على اسلوب حياتك، بيخليك مش مظبوط في نومك، حتى لو بتنام وبتصحى بدري وبتعمل اللي عليك في ميعادك، بس دايما حته التوتر عمرك ما هتفلت منها. قد تكون مبسوط انك انت بتنتج اكتر، بس للاسف الموضوع مش هيقف عند كده، دايما هتحس انك انت لازم تنتج اكتر وفي حاجه ممكن تعملها اعلى، بس انت مش حاسس انك عمال تتعب وبترهق نفسك بالبطيء. بس عايزين نعرف بقى حاجه مهمه، ايه اللي بيخلي الواحد يوصل للانتاجيه السامه او ايه اللي بيجيبها له لحد عنده؟ بص انا قلت ايه نكمل الفيديو في البيت
البيت لان الجو بره كان برد جدا. جزء ده من الفيديو مهم جدا، فخلينا نكمله هنا في البيت براحتنا من غير برد عشان اتكلم كمان براحتي من غير اي بهدله ولا اي حاجه. بصوا، هو في اسباب كتير ادت لظهور موضوع الانتاجيه السلبيه دوت، بس لو عايزين نبروزهم في سبب كبير فهو السوشيال ميديا بشكل عام. السوشيال ميديا بتعلمنا تاثير خطير جدا، وهو حاجه اسمها الفومو. الفومو دي معناها fear of missing out، وده معناه ان احنا خايفين ان الحاجه تضيع مننا، دايما خايفين ان غيرنا عايش حياه احسن مننا بيتقدم واحنا لا، فبنحس ان احنا قاعدين مكاننا وفي حاجات كتير بتفوتنا. اللي احنا بنعمله ده مش كفاية، محتاجين نجتهد اكتر، محتاجين نشتغل اكتر فنطلع فلوس اكتر وهكذا. في سبب بنجري ورا الناس اللي بنشوفهم على السوشيال ميديا وبنحاول نكون زيهم. فالسوشيال ميديا بتدينا نوع من المنافسة الغير معلنة، يعني انت بتبقى بتشتغل بقدر معين، هوب بتلاقي ناس بتشتغل اكتر منك، هوب بيناموا ساعات اكتر، بيطلعوا فلوس اكتر، فانت بتحاول انك تكون زيهم، بتجري وراهم من غير ما تحس، اعتقادا منك انك انت لو وقفت في غيرك هيكمل وهيوصل وانت لا. وده فعلا اللي اثبتته الدراسات، ان اول ما السوشيال ميديا انتشرت ومعها الموبايلات وكل الناس بقت ليها اكاونتات على السوشيال ميديا والكلام ده كله، ان شعورنا بالرضا ما بقاش موجود. كل ما تكون انت عامل مثلا حاجه عظيمه بتلاقي على السوشيال ميديا اللي عمل حاجه اعظم منك، فانت بتضغط وبتحاول تبذل مجهود اكتر عشان توصل للحاجه اللي هو برضو عملها ويبقى مش احسن منك. طول ما احنا قاعدين على السوشيال ميديا عمالين نقارن مين عمل حاجه ومين ما عملش، مين احسن ومين مش احسن وهكذا. تاني حاجه، ان الناس اللي بيعانوا من موضوع الانتاجيه السلبيه دي، ان هم حاطين في دماغهم فكره اننا محتاجين نشتغل، هو ده الطبيعي. الطبيعي انك انت تشتغل وتدوس على نفسك اكتر واكتر. الفكرة عندهم مش ان الواحد مثلا بيشتغل علشان يقضي وقت اكتر مع اهله ويصرف فيها فلوسه او يعمل بيه اللي هو عايزه، لا، هو في دماغهم ان الشغل هو الحاجة الاساسية في الحياة ان الواحد يعملها. نسوا الهدف اصلا من الشغل. طول ما احنا شغالين فالدنيا تمام، الهدف الاسمى في الحياة هو الشغل واحنا عايشين عشان نشتغل. تالت حاجة، لو الواحد مثلا بيشتغل في مجال زي مجال البرمجة والكمبيوتر وكده، فهيلاقي ان في تكنولوجيا ما بتخلصش، دايما في تطور. فالتكنولوجيا طول ما انت شغال فيها وكمان موجود عندك السوشيال ميديا، عمرك ما هتحس انك كامل، هتحس دايما انك انت في حاجة ناقصة عندك ومحتاج تتعلم وتشتغل على نفسك على طول. فالتكنولوجيا بشكل عام مش هتخليك توقف وترتاح، على قد ما هتخليك تشتغل وتجتهد اكتر علشان توصل للمستوى اللي هي دايما بتمشي فيه والتقدم اللي بتطلع فيه على طول. رابع حاجة، ودي حاجة ظهرت جديد بعد 2020، وهي الكورونا. الكورونا خلت الناس قاعدة في بيوتها، فبتستهلك السوشيال ميديا اكتر، فمركزة مع الناس اكتر وبتعمل مقارنات فضغطها اكتر. ده غير ان هو في كتير من الناس حصل لهم مشاكل في شغلهم واضطروا يسيبوا شغلهم، فخلاهم مضغوطين ان هم عايزين يشتغلوا اكتر باي طريقة. ده غير ان الناس اللي مثلا بتشتغل من بيوتها بقى عندهم لخبطة في دماغهم، بقى ما عندهمش فرق بين الحياة بتاعت العمل والحياة الشخصية. البيت اللي عايشين فيه هو المكان اللي بيشتغلوا فيه، فده حط في دماغهم فكرة ان هم يقدروا يشتغلوا اكتر مادام بيقدروا يشتغلوا من البيت، ولخبط الدنيا معاهم. على عكس ما انت مثلا بتروح الشغل من الساعة كذا للساعة كذا وبتروح البيت خلاص تعيش حياتك بشكل طبيعي، لا، بقى قدامهم ان هم يشتغلوا 24 ساعة، فقالوا ليه ما نشتغلش اكتر ونعمل فلوس اكتر. خامس حاجة، تقدير الذات وارتباطها بالشغل. يعني للأسف اليومين دول دلوقتي الإنسان بيقيم نفسه بمدى شغله ومدى إنتاجيته. كل ما يشتغل أكتر وينتج أكتر، كل ما يكون راضي عن نفسه أكتر. لو قعد من الشغل هو هيحس إن هو مش راضي عن نفسه وإن هو لازم يشتغل، وده اللي بيخليه يحط أهداف عالية جدا وغير منطقية، فيضطر إن هو يشتغل أكتر ويبذل مجهود أكتر وما يلاقيش نفسه بيعمل حاجة في حياته غير الشغل، ومن غير الشغل دوت هو ما يسواش ولا حاجة. طب دلوقتي أعتقد إنك أدركت إن في مشكلة وعرفت إيه هي أسباب المشكلة. نيجي بقى للجزء اللي كل الناس بتستناه، نعمل ايه؟ ايه الحل؟ اول حاجة لازم تشيل من دماغك انك انت هو الشغل. ما تاخدش قيمتك من الشغل، لازم تعرف ان في حاجات كتير في حياتك اهم من الشغل، لازم تديها اولوياتها. لازم تحط برضو في دماغك ان احنا مش عايشين عشان نشتغل، احنا بنشتغل علشان نقدر نعيش. لازم تدي وقت برضو للحاجات التانية اللي هي تهمك، زي اسرتك وصحتك ووقت فراغك وراحتك، واهم حاجة طبعا صحتك النفسية. تاني حاجة، ركز على المهم. للأسف اغلب الناس اللي بتعاني من الانتاجية السامة بتضيع معظم وقتها في الحاجات اللي بتكون مستعجلة بس هي مش مهمة بشكل كبير. يعني ايه الكلام دوت؟ قالك قسم الحاجات اللي عندك لاربع حاجات. الحاجة الاولى اللي هي بتكون عاجلة ومهمة، الحاجة التانية اللي بتكون مهمة ومش عاجلة، الحاجة التالتة اللي بتكون عاجلة بس مش مهمة،
الحاجة الرابعة اللي بتكون ولا مهمة ولا عاجلة. فدايما ركز على الحاجات اللي هي بتكون عاجلة ومهمة، اللي هي الحاجتين الاولى والتانية اللي انا قلت عليهم، وابعد على قد ما تقدر من الحاجات اللي هي موجودة في رقم 3 ورقم 4، لان هي بتشفط وقت كبير من وقتك وغالبا ما بيكونش ليها لازمة، وبتحطك دايما في توتر وضغط لانك انت عندك الحاجات الاهم اللي مفروض تعملها لسه ما عملتهاش. تالت حاجة، ان الراحة مهمة جدا جدا جدا. الناس مش بتدرك ان قد تكون الراحة اهم ساعات من الشغل. يعني انت ممكن تكون بتجتهد وبتشتغل وبتطلع حاجات كتير من انتاجك، بس بتكون من غير تركيز ومش بمجهود 100%، وانت تقدر تنتج الحاجة دي بشكل احسن لو كنت مرتاح. فلازم دايما تحط في جدولك الاسبوعي انك يكون عندك وقت للراحة. رابع حاجة، ما تقارنش نفسك بحد. زي ما اتفقنا من شوية ان قيمتك مش بتتحدد بالوظيفة اللي انت بتشتغل فيها او كمية الانتاج اللي انت بتقدر تنتجه. ولما تشوف حد عمل حاجة احسن منك ما تبصش لنفسك بنظرة اقل ان هو انت اقل منه، لا بالعكس، ركز انت على الايجابيات اللي انت عملتها في يومك النهاردة. ايه اللي انجزته في الحاجة اللي هو عملها، حتى لو هي حاجة اللي هو عملها زي ما انا قلت احسن من الحاجة اللي انت عملتها، لا امتن اللي انت عملته. اعرف انك انت بذلت مجهودك وعملت اقصى حاجة ممكن تعملها، وما تتضايقش ان هو في حد عمل حاجة احسن منك. طبعا مش محتاج اقول لكم انكم محتاجين تقللوا وقتكم على السوشيال ميديا. ده مش هيأثر بس على انتاجيتكم، لا ده هيأثر على حياتكم بشكل عام للافضل ان شاء الله. خامس واخر حاجة، حط دايما حدود بين حياتك الشخصية وحياتك العملية. وقتك بتاع الشغل اطحن فيه نفسك، طلع فيه كل طاقتك واشتغل باحسن ما يمكن عندك، ولما يجي وقت الراحة انسى خالص ان في شغل. الوقت دوت بتاع الراحة ده حقك، تعمل فيه اللي انت عايزه، ترقص، تلعب، تخرج، تقعد مع عيلتك، اعمل فيه اللي انت عايزه. والاحسن كمان انك تكون حاطط خطط لنفسك ازاي ترفع عن نفسك وتنبسط في الوقت بتاع الفراغ بتاعك. ودوت مش بس هيأثر على صحتك النفسية بالإيجاب، لا ده هيأثر كمان على الانتاجية اللي انت بتجري وراها، لانك لو اشتغلت طول الوقت ده مش هيخليك تشتغل وتنتج بشكل كبير، وفي الغالب انتاجيتك اللي انت فرحان بيها وفخور بيها مش هتطول كتير وهتروح هباء ومش هتعمل اي حاجة. وبس كده، ده فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما عملتوش سبسكرايب اعملوا سبسكرايب عشان عايزين نكبر القناة ونوصل لمية الف في اقرب وقت. ولو عجبكم بقى نوعية الفيديوهات دي قولولي في الكومنتات تحت انكم عايزين نفس الشكل ده من الفيديوهات علشان اكتر لكم منها الفترة الجاية. بس كده، يلا سلام.